تحديدا المعلق الماليزي قبل بداية مباراة اليوم يمازح زميله المحلل لمباراة اليوم عن نتيجة كبيرة في مباراة اليوم، خوفا من نتيجة كبيرة مع المنتخب السعودي. هذه الكرة ملعوبة، نتيجة كبيرة وفعلا معهم حق. الاف 18 يسجل هدف المباراة الأول. يا سلام عليك يوسف السالم، رأسية تفتتح التسجيل. أتحدث عن خوف ماليزي من نتيجة كبيرة، فإذ بيوسف السالم يأتي بارتقاء ممتاز، عرضية باليسار من سلطان البيشي. ممتاز يا ظهير أيمن أنك تلعب بقدمك اليسرى، خيارات أكثر في العرضية. ويا روعتك يا يوسف يا سالم، بالراس يحولها في المرمى.